موجز الأنباء من زومسة تي في بطنجة، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الوزير فرنانديس دياس سيزور المغرب يوم الاثنين المقبل مرفوقا بوزير الدفاع بيدرو مورينيس، وذلك لحضور لقاء ثنائي يجمعهما بنظرائهم المغاربة بالعاصمة الرباط من أجل التباحث في موضوع التهديدات الإرهابية وتمدد التنظيم المتطرف داعش وكذا الهجرة غير النظامية التي أصبحت تؤرق البلدين الجارين. حذرت الخارجية الأمريكية مجددا رعاياها الأمريكيين من مخاطر السفر إلى الجزائر بسبب التهديدات المتنامية للأعمال الإرهابية. وواصلت الخارجية الأمريكية في تحذير جديد نشرته أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني، وحثت الدبلوماسية الأمريكية في هذا الصدد المواطنين الأمريكيين على القيام بتقييم حذر للمخاطر التي تهدد أمنهم الشخصي، مشيرة إلى خطر تنامي العملية الإرهابية والاختطاف بالجزائر. من المنتظر أن يحل اليوم بطنجة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وذلك للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. المعلومات المتداولة تشير إلى أن الرئيس اليمني سيستقبله عدد من المسؤولين المغاربة بمقدمتهم رئيس الحكومة عبد الله بن كيران. وذكرت أن جلسة العمل بين عبد رب منصور هادي والعائلة السعودية ستستمر ليوم كامل في مقر إقامة الملك سلمان بطنجة، حيث يقضي عطلته منذ أسابيع، وستخصص الجلسة لبحث التطورات الحاصلة في اليمن. تمكن أمن ميناء طنجة المتوسط مساء أمس من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت داخل حاوية مقترنة بشاحنة من الحجم المتوسط قادمة من ألمانيا. الشاحنة التي تعود ملكيتها لألماني وزوجته المغربية كانت تحتوي على أسلحة نارية وأقنعة وذخائر غير مصرح بها، وقد تم توقيف المتهمين مع فتح تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذه العملية. رياضيا، مني فريق المغرب التطواني أمس بهزيمة قاسية أمام فريق الجيش الملكي برسم ذهاب سدس عشر نهاية كأس العرش بثلاثة أهداف دون رد. وقد هز العساكر شباك التطوانيين مع بداية المباراة من ضربة ثابتة للاعب العمراني، فيما جاء الهدف الثاني مع انطلاقة الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء قبل أن يختم اليوسفي الثلاثية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. انتهى الموجز، في أمان الله.